خلينا نبدأ. احنا طبعا احنا يفترض يكون عندكم في فولدر بالصور اللي بتشتغلوا عليها زي ما انا عامل هون. اي في عندي فولدر، في عندي مجموعة من ايش الصور راح نشتغل عليها في الاسايمنتس الجاية. طبعا لازم يكون عندك موجودة هاي حتى تشتغل عليها. خلينا نيجي على الماتلاب. افترض انا في عندي صورة اللي خليها أفرجيك إياها. مثلا بدي أخذ هاي الصورة مثلا Z1، بيجي على البروبرتي تاعها بروبرتي، وبأنسخ البروبرتي أنسخها، وبعدين كانسل وهنسكر هذا، وبنيجي على الماتلاب بنقول A بتساوي Image Read، نفتح قوس اي بيست. عفوا شو اللي اخذنا احنا، هاي عندي موجوده هون، باخذها انا اديت كوبي اي كلوز اول كان الاشكال كلير اول مشان الذاكره، وبعدين CLC مشان الشاشة. طبعاً بإمكان الماتلاب إما نستخدمه كانتربريتر من خلال الشاشة هاي أو الانترفيس هذا، أو بإمكاني أروح على الفايل أعمل نيو سكريبت وأشتغل عليه. خلينا إحنا نستخدم مباشر هون، نقرأ الصورة أي الصورة Z1. خلينا نعمل هوز مثلاً. هاي في عندي الـ A عبارة عن مصفوفة 371 508 × 3، هاي عبارة عن إيش color image، السايز تاعها بالبايت، السايز تاعها بالبايت، و عن يونت 8 اللي هي بالصفر ل255 اللي هي unsigned integer 8. إمكاني أنا أعرض هالصورة image show للـ A، ببين لي ايش الصورة، هاي الصورة اللي اخذتها من عندي هناك. طبعا في عندنا امر ثاني اللي هو image view للـ A، هاي بيختلف عن شو ببين لك قيم البيكسلز، يعني انقل الكيرسر لاي موقع بدك اياه بعطيك تحت اللي هي البيكسل احداثياته اكس واي وقيمة الار والجي والبي. مثلا لو احطه على المنقار هون مثلا هاي النقطة البكسل قيمته راح تكون 227 أحمر 60 أخضر 51 أزرق. ها لو مثلا هون هاي 67 89 112، أخذ على نقطة خضراء أكيد الأخضر راح يكون كثير فيها 0 150 3 70، هون برضه الأخضر راح يكون غالب 2 179 0. هاي عندي ايش الصورة الملونة، ممكن انا اعمل image show وممكن انا ايش اعمل image view. بامكاني انا اخذ الكومبوننتس تاعها اقول r بتساوي a هاي نقطتين فاصلة نقطتين واحد، اخذنا الاحمر الجزء الاحمر لحال، طبعا هذا الجزء الاحمر راح يكون عبارة عن 2D matrix. أخذ الجزء الثاني كوبي لجرين هاي بيست هاي اثنين هاي عفوا الار راحت هاي الار كوبي هاي بيست، وأخذ بيست الجي اللي هي البعد رقم ايش 2 الاخضر، طبعا كانك تسميهم زي ما بدك انت، وهي بيست البلو واخذها ايش الثلاثة. طبعا عندي اخذت الكومبوننتس اللي هي الار والجي والبي، طبعا هاي الار والجي والبي عبارة عن ماتريسيز ابعادهم 2D، لو بدي اعرض اي واحده فيهم ما راح يطلع اللون لانها جري. هاي image show مثلا للار، ها
راح يعطيني الار بس جري ايمج. هاي الار اللي هي الجزء الاحمر هذا بس لانه 2 دايمنشن راح نعرض بالهاي. طبعا عمليه مزج الالوان مع بعضهم 1 و 2 و 3 بتعطيني ايش اللون المعين. بدي اعمل الايكوالايزيشن مثلا ايكوالايزيشن الكلر ايمج. قلنا بنعمل الايكوالايزيشن الريد بعدين جرين بعدين بلو بعدين بنعاود بنجمعهم. ها هاي مثلا بقول الار ايكوالايزد بتساوي ار ايكوالايزد بتساوي هست ايكوالايزيشن لمين للار. ناخذ الثانيه الجي اي كوبي اي بيست الجي ايكوالايزد للجي اي بيست البي ايكوالايزد البي ايكوالايزد للبي. هاي صار عندي الريد ايكوالايز الجرين ايكوالايز والبلو ايكوالايز بحطهم في مصفوفه جديده مثلا سي نقطتين فاصله نقطتين واحد الوحده الاول بتساوي ار اي بعدين الثانيه سي البعد الثاني اللي هي جي اي بعدين البعد الثالث البعد الثالث بي اي. هلا بامكاني اعرض الصوره الملونه ايكوالايزد ايمج شو لمين ايمج شو لايش السي. مش هاي هاي الايكولايزد هاي بعد عمليه ايش الايكولايزيشن. زي ما حكينا امبارح حكينا عن الريشيبينج. هاي عندنا نطلع ان 1 ان 2 ان 3 اطلع سايز ايش الاي. طبعا ان 1 عدد الاسطر هاي بامكانك تقول ان 1 هاي ان 1 عدد الاسطر ان 2 عدد الاعمده ان 3 اللي هي الكلرز الكلرز تطلع ايش 3. افترض هاي المصفوفه او الماتريكس اللي هي 3 دي ماتريكس بدي انا اعملها ريشيبنج احولها ل 2 دي ماتريكس. هاي اقول مثلا دي بتساوي دي بتساوي ريشيب ريشيب الاي عند الاصل ان 1 ضرب ان 3 ان 2. طيب هون لما بنعمل عمليه ريشيبنج لازم يكون الابعاد هاي هي نفس الابعاد المستخدمه في المصفوفه. هلا ايمج طبعا هون شو انا عملت هلا بتشوف شو اللي صار. طبعا هاي الدي راح تكون 2 دايمنشنال ماتريكس جري ايمج اي ايمج شو لمين للدي. هاي البعد الاول البعد الثاني البعد ايش الثالث قسمهم بهذا الشكل لعمليه الريشيبنج. طبعا في بعض الاحيان ممكن ان نحتاج احنا لعمل ريشيبنج من 3 دي ل 2 دي او من 3 دي ل 1 دي. لو بدي اعملها سطر واحد معناها اقول دي 1 بتساوي ريشيب ريشيب اي سطر اي 1 في سطر ان 1 ضرب ان 2 ضرب ان 3. هيك صارت عندي دي 1 عباره عن 1 دايمنشنال اري
عدد الأسطر في واحد وعدد الأعمدة في N واحد، في N اثنين، في إيش؟ في N ثلاث. هاي بالنسبة للعمل إيش، كيف نعمل إيش reshaping. طبعا بإمكاني أنا أعمل أي معادلة، يعني لو قلت مثلا هاي مثلا AA بتساوي A زائد 5 فرضا، أي كل بيكسل راح يضاف إليه القيمة 5 سواء R أو G أو B. الـ R بنضاف له 5 كل البيكسل كل الألوان، الـ G 5 والـ B إيش 5. في شغلة إحنا مبارح حكينا إنه عملية الـ XOR، الـ XORing اللي نعمل CLC أول شيء، بعمل Clear All. خلينا هنا اجمع، اجي اعمل فايل نيو سكريبت، ناخذ نفس الشيء. خلينا ارجع للايمج، اخذ لي اي صوره مثلا، هاي الصوره، هاي البروبرتي تاعها، هاي كوبي، هاي مثلا A بتساوي image read، image read، هاي paste slash z1.jpg. بدنا نعمل XORing. XORing بدي انا الاكسورينج، قلنا احنا بنعمل الاوريجينال ماتريكس مع شيء ثاني، امبارح سميناه كي. طبعا خلينا انا الكي اعمل من عندي، كي بتساوي، كي بتساوي انساين انتجر 8، الانساين انتجر 255 او عفوا راند ار راند، خلينا أخذ مثلا 1000 في 1000 في إيش 3 ضرب 255. هلا بقول لكم شو هذا 255، وبنسكر قوس، عدد أقواس يكون 1 2 1. هون أنا شاءت مصفوفة، أنا أبعادها 1000 في 1000 في 3، هاي أساس تكون كلر. القيم عشوائية، طبعا القيم عشوائية بتكون من 0 ل 1، ضربتها في 255 واخذت الانتجر تاعها. هذا راح استخدمه انا ايش، كي. اجي اقول بي بتساوي، بي بتساوي ايمج بي بتساوي، طبعا قبل البي خلينا نحدد الابعاد، ان 1 ان 2 ان 3 بتساوي سايز لمين؟ للاي. ان واحد عدد الاسطر، في اي ان اثنين ان ثلاث حدث. طبعا بدي انا هلا اخذ جزء من هذا الكي بابعاد هاي المصفوفه، اقول كي 1 بتساوي من الكي، من الكي باخذ من واحد لان واحد، بعدين من واحد لان اثنين، من واحد لان اثنين نفس الابعاد لان اثنين، بعدين من واحد لان ثلاث. خد جزء من الكي حجمه مساوي لحجم ايش، الاي. هلا بقول بي بتساوي بت اكس اور XOR الـ A مع إيش K1. صارت الـ A الـ B عندي، الـ A هي عبارة عن encryption للصورة إيش A. بدي أرجعها بقول C بتساوي bit XOR XOR الـ B
كي 1 هاي الديكريبتد صارت. ها نعرضهم ايمج شو الاي فيجر ايمج شو انكريبتد عندي اللي هي بي هذه انفجر ايمج شو ديكريبتد اللي عندنا سي. شوف بيطلع نفس الشيء ولا لا. انا مثلا فايل سيف از نحطه على الديسكتوب نسميه مثلا اي ليكتشر 4 سيف ورن. خلينا نعمل اول شيء كلوز اول هون اي كلوز اول كلير اول سي ال سي. هاي عندنا الناتج هاي الصورة الأصلية هاي ناتج الـ XOR اللي هو الـ Encrypted Image وهاي الصورة اللي رجعت اللي هي Decrypted Image. طبعا هاي الصورة وهذيك الصورة راح يكونوا مالهم Identical. يعني اطلع على هذه الصورتين طبعا بإمكاننا بعدين نحسب الـ Error بينهم. هذا بعدين نجيه هاي الصورة وهاي الصورة نفس الشيء. هاي الـ Original Image Figure 1 Figure 3 اللي هي ايش decrypted image. فمن احد الطرق المستخدمة واسهل الطرق اللي بنستخدمها في عملية الانكريبشن decryption هي الXOR. بامكاني احدد التايم انا قديش باخذ تايم للانكريبشن. هاي عندنا الانكريبشن بنبدا من هو مثلا هاي تيك وهاي توك وهاي تيك للديكريبشن وهاي توك رن. نشوف قديش اخذ تايم. هاي التايم الانكريبشن تايم اخذ اللي هي 0011 جزء من الثانية. الديكريبشن اخذت لأن ديكريبشن أقل لأنه الكي صار أوريدي موجود. ها بس هو إذا كان بدأ الكي ساعتها بدي أحفظ الكي وأعمل لود للكي ساعتها التايم راح يكون نفس الشيء للإنكريبشن والديكريبشن. هاي الإنكريبشن تايم. ممكن تحسب شو بسموهم الثروبوت أو الإفشنسي أي إن واحد ضرب إن اثنين ضرب ان ثلاث. هاي الحجم مزبوط اذا قسمته على التايم شو بعطيني على هاي. ها كوبي بيست بعطيني قديش بايت عالجت في الثانية الواحدة اللي 4.8 مضروبة في 10 هو ايش 8. هاي تقريبا يعني ملخص سريع عن بعض الشغلات اللي أخذناهم إحنا بالسابق. اللي أخذناهم إيش بالسابق. موضوعنا إحنا في عنا موضوع اليوم جديد اللي هو الإيمج البيكسل نيبرز. إحنا حكينا إنه أنا شو تقول؟
من يوم الاكسل يعني اساس البيكسل نيبرز موضوعنا. حكينا احنا انه سواء مصفوفه 2D او 3D كل بيكسل في له مجموعه من الجيران. طبعا ليش احنا بنحكي عن البيكسل نيبرز؟ لانه يفترض خصائص البيكسل تكون قريبه. شوف فيها محمد. يفترض خصائص البيكسل تكون قريبة من إيش البيكسلز إيش المجاورة. البيكسلز في له مجموعة من الجيران. طبعا عددهم كلهم هم 8 بيكسلز هاي ببعد واحد. اللي هي لو كان عندي البيكسل احداثيات اكس واي هذول مجموعه ايش الجيران. هذول مجموعه الجيران بنقسمهم الى مجموعتين. المجموعه الاولى اللي بسموها الفور نيبرز اللي هم الراسي او الفيرتيكال والهوريزونتال. هاي بسموهم ايش الفور نيبرز. في الدي نيبرز اللي هي جيات قطريه بسموها ان دي اللي هاي الجاية على القطر وجاية إيش على القطر. طبعاً إحنا ممكن نرجع للبيكسلز من بيكسل نيبر من خلال إيش الإحداثيات. إذا كان إحداثي البيكسل معين إكس واي طبعاً هاي بتكون إكس ناقص واحد واي إكس زائد واحد واي. بعدين هاي إكس واي زائد واحد وهاي إكس واي ناقص واحد. هاي بتأخذ المجموعة اللي هي الN4. الND اللي هي X ناقص 1 Y زاد 1 X زاد 1 Y زاد 1 X زاد 1 Y ناقص 1 و X ناقص 1 Y ناقص 1. هون النيبرز طبعا احنا مين اللي بالشغلنا راح نشتغل على الـ 8 نيبرز او اذا كان الديستنت 1 لانه الديستنت من هون لهون 1 من هون لهون 1. اذا كان ديستنت اكثر ساعتها بتصير مثلا هاي الثلاثة ثلاث بتصير ايش هاي عبارة عن ايش خمسة في خمسة. فساعتها النيبرز بتتوسع لإكس ناقص اثنين واي ناقص اثنين إكس زائد واحد زائد اثنين واي زائد اثنين. بس مين اللي احنا راح نحكي عن ايش اللي هي الان فور والان دي نيبر. طبعاً شو الفائدة من دراسة النيبرز؟ أول شيء مثلاً لو كان عندنا هذا البيكسل مثلاً قيمته 5 وهاي قيمها عالية البيكسلز الأخرى مثلاً هاي 5 هاي 100 120 130 140 150 100 120 110 وهذا قيمته 5. هاي الخمسة مالها شاذة ساعتها ممكن أن أعتبرها عبارة عن نويس وهذا النويس بسموه low intensity noise. أو بشكل آخر تكون هاي قيمتها عالية البكسل مثلا هاي قيمتها 200 هاي 10 10 15 إلى آخره. فقيم البكسل هذا عالية والقيم المجاورة مالها متدنية. ساعتها ممكن أستخدم أقول أنه هذا البكسل عبارة عن high intensity noise. كونه نويس سواء كان low intensity noise او high intensity noise معناها بده عملية معالجة او يفترض هذا الامج نعمل عليه عملية pre-processing او عملية ايش enhancement. اضافة لذلك البيكسلز او النيبرز لها استخدامات كثيرة في تحديد الاوبجكتس. يعني مثلا لو اخذ الوجه صورة الوجه فيها مجموعة من الاوبجكتس للوجه. في ممكن يكون العينين في ممكن يكون الحاجب ممكن يكون الانف الفم الى اخره. هاي مجموعة من الاوبجكتس كيف بنطلعهم. طبعا هاي راح في موضوع اخر. طبعا الاساس اعتماد على النيبرز والاوبجكت عادة يسمى او يعرف على انه set of ايش connected ايش pixels او مجموعه من البيكسلز ايش المترابطه. هلا في الكونكتيفيتي
كونكتيفيتي. في عندنا أكثر من نوع للكونكتيفيتي، في عندنا الفور كونكتيفيتي، وفي عندنا الايت كونكتيفيتي، وفي عندنا الام كونكتيفيتي. اكتشف بكونوا 2 بيكسلز كونكتد. طبعا الديفولت عادة هو المستخدم اللي هو الفور كونكتيفيتي. 2 بيكسلز are 4 connected. Are 4 connected. يعني P1 is 4 connected with P2. If P2 من ضمن ايش ال 4 neighbors. و 2 pixels P1 and P2 لهم نفس ال value ضمن نفس ال range. طبعا بالباينري ايمج الرينج راح يكون ايش؟ واحدة. يعني مثلا البكسل مع هذا البكسل 4 كونكتد، هذا البكسل مع هذا البكسل 4 كونكتد. ليش 4 كونكتد؟ لانه هذا من الفور نيبر والفاليو تاعه واحد، وهذا الفاليو تاعه ايش؟ واحد. هذا مع هذا 4 كونكتد لانه من هذا not 4 كونكتد مع هذا لانه مش من الفور نيبر، هذا من الاندي نيبر. لو اخذت 8 كونكتيفيتي ساعتها هذا بصير ايش؟ كونكتد، لانه ضمن ايش؟ ال الاضافه للكونكتيفيتي ممكن احنا نحدد انه في باث او ما في. يعني لو اجي اقول هذا البكسل يا محمد، اقول هذا البكسل مع هذا البكسل 4 كونكتد ولا لا، بدي اشوف هذا البكسل مع هذا 4 كونكتد، هذا البكسل مع هذا البكسل 4 كونكتد. اذا هذا البكسل مع هذا البكسل 4 كونكتد، وفي باث، هاي الباث موجود واحد الى هذا الواحد الى هذا الواحد. طب هذا البكسل مع هذا البكسل 4 كونكتد، بشوف هذا مع هذا 4 كونكتد، هذا مع هذا 4 كونكتد، هذا مع هذا not 4 connected. اذا there is no path between هذا البكسل وهذا البكسل. هاي مثلا مثال عندنا هون، فرضا خلينا نقول هذا الشكل عباره عن باينري ايمج، عباره عن باينري ايمج. بعدين مع الشغله يا زلمه، هاي عبارة عن مجموعة من البيكسلز، طبعا قيمها بهذا الشكل. في عندنا مجموعة من الونز، هاي الونز. نستخدم الفور كونكتيفيتي ونشوف كم اوبجكت موجود في هاي الباينري ايمج. خلينا ناخذ هذا الون، هذا الون مع هذا الون 4 كونكتد 4 كونكتد 4 كونكتد، هذا 4 كونكتد مع هذا 4 كونكتد مع هذا 4 كونكتد مع هذا. هلا اجي اقول هذا البكسل 4 كونكتد مع هذا، نعم. ليش؟ لانه هذا 4 كونكتد 4 كونكتد 4 كونكتد 4 كونكتد 4 كونكتد 4 كونكتد. هلا البكسل هذا مع الاحمر مش 4 كونكتد، بمعنى اخر هذا ممكن اعتبره ايش؟ 1 اوبجكت، بس نوع الكونكتيفيتي ان 4 كونكشن. الاحمر مثلا، الاحمر هذول الاربعه حمر، هذول 4 connected، ممكن أقول هذول بشكله 1 object، لأنه هذا مع هذا 4 connected 4 connected 4 connected 4 connected. هذا باللون السماوي هذا معه ولا أي واحد، معناه هذا لحاله راح يكون 1 object. هذا راح يكون برضه لحاله 1 object، معناها إذا بستخدم ال N4 connection هذا ال image في كم object؟ 1 2 3 4. الأوبجكت الأول السايز تاعه 1 2 3 4 5 6 7 بيكسل، الأوبجكت الثاني 5 بيكسل، الأوبجكت الثالث 1 بيكسل، الأوبجكت الرابع 1 بيكسل. لو جينا قلنا نستخدم الـ N8 connectivity، كم أوبجكت في هذا الـ image؟ طبعا هذول 5 N4 معناها N8. هلا هذا مع هاي N8 صح كونكتد، هاي مع هاي N8 كونكتد، الأحمر N8 كونكتد، معناها عدد الأوبجكتس
اذا استخدمت ال N8 connectivity راح يكون one object والسايز في مجموع ايش البيكسلز اللي قيمها ايش 1، هاي بتصير 1 اوبجكت. طبعا ما ينطبق على الباينري ايمج، بنطبق على الجري ايمج. مثلا لو كان في عندنا الرينج اللي بيستخدمه فيه مثلا اللي هي خلينا نقول 10 11 12، اذا بستخدم ال N4 connectivity معناها لازم يكون البكسل من ال N4 وماخذ القيم يا 10 يا 11 يا 12. إذا كان قيمة 13 مثلا معناها لا يعتبر لأنه مش نفس القيمة إيش إيش المحددة. طبعا زي ما حكيت أنا الاستخدامات البكسل أو النيبرز راح يكون في استخدامات كثيرة إلى راح نأخذها إحنا قريبا إن شاء الله. أول موضوع راح يكون اللي هو الإج ديتكشن لاكتشاف الحواف. الموضوع الثاني راح يكون أوبجكت إكستراكشن اللي هو استخلاص أو استخراج الأوبجكت. بعدين راح نستخدم النيبرز في عمليات المورفولوجي أو التشكيل كلها، التكبير، التصغير اللي هي الايروجن، دايليشن، اوبننج، كلوزنج الى اخره. كلها هاي عمليات راح نستعرضها في المستقبل و بتشكل البيز او العمليات الاساسيه في معالجه الصور الرئيسيه. الا استخدامات كثيره برضه النيبرز في الايمج فلترنج بأنواع الفلترز المختلفة، كلها بتعتمد على مبدأ إيش مبدأ النيبرز أو استخدام إيش النيبرز. زي ما حكيت أنا الديفولت راح نستخدمه اللي هو الـ8 نيبرز أو البعد إيش بعد واحد. طبعا إحنا راح نبدأ في إن شاء الله موضوع جديد مبني على النيبرز. راح نستعرض أول شيء اللي هي الإيمج فلترينج، وراح نستعرض الإيج ديتكشن. بعدين راح نستخدم موضوع كثير مهم اللي هو المورفولوجي أو إيمج مورفولوجيكال أبريشن اللي هي عمليات إيش تشكيل الصورة. هاي العمليات كلها تعتمد على المبدأ الإيش مبدأ النيبرز. هاي نرجع لموضوعنا احنا، خلينا اول شيء نعمل ستوب ريكوردينج. ستوب